السفيكوفا هو طبق من تشيك بيرجع للقرن ال18 في وقت ما كان حفظ اللحوم أمر ضروري للبقاء. وعشان نحضره هنشوح اللحمة في زبدة مع ملح وفلفل. بعد كده على النار بنحط جزر وبصل وتوم وفلفل حب وورق لورا وزعتر فريش وخل وملح وميه مغليه، ونحط فيهم اللحمه تستوي كويس. بعد كده بنرفع اللحمه ونخلط الخضار بالمرقه بالهاند بلندر، ونزود لهم كريمه وعصير ليمون عشان يبقى عندنا صوص خطير. ودي كانت حكاية طبق التشيك من حكايات أطباق اليورو.